عمرها ما حضرتش. مختلف. كم انت معلش؟ أربعة. كان هي كم ولد؟ اثنين بنات واثنين ولد. مدارس؟ لا والله البنات مو بالمدرسة بس الولد بالمدرسة. يا سنة كم مرة؟ ب 2020. شو سوى فاتح؟ جلطة بالراس، أربعة أشهر لا طلع تقريبا. أولادك في مدارس مو؟ أي والله. زين أنت ما عندك بث بالحرفة شيء بالبيت تشتغلين أنت رسالة؟ لا والله ما أعرف. بازر قاطع؟ لا والله حرام، حتى احنا مرضى يعني. شنو اسمه؟ يعني حساسية بالعيون ما أقدر يعني حتى فقرات عندي هنا. راتب العائلة؟ لا والله ما شاء الله. بعد ما شنو وين عشت؟ مرات أخوتي وأخوتي كلهم قاعدين إيجار. زين هذا بيت شنو هذا بيتك؟ طاب الزراعة والله. كم غرفة بيه؟ غرفة واحدة. شنو يعني إذا تشوفينه اللي على الغرف؟ إي. قال لي كل شهرين حاولين لان على مود السونر وعلى مود التحاليل. كل شيء تضيله؟ مرات يضطر علي كل شهر يصير عصبي يعني اذا تعصب وهذا عشان يوشل دم. يعني كل علاجه كل شهر؟ يعني علاجه والله هي من التدريبي ادوياته علاجه فاكهته كل فاصله. اي ايش قد يعني علاجه الشهرية؟ تقريبا يكلف المية هي الدكتور اخصائي وتعرف. اي صحيح. سونارات وتحاليله. ما شاء الله هذا الخير شو وين حاطه؟ هاي 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 هاي